سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين؟ كي دايرين مع الصحاب؟ اش اخباركم؟ اش كتعاودوا يا اختي؟ المهم دابا بادين الامتحانات، لا بالنسبه لصحاب سيزيام، صحاب ايكون سانكيام، من موراهم الباك الكاتريام والسادس. الله ينجح وليداتنا كاملين كاملين كاملين، يا ربي يوقف معاهم ويا ربي يكون معاهم، وان شاء الله يكونوا امتحانات سهلين، لانهم فعلا في هذا العام هذا ظلموا بزاف بزاف وما قراوش، يعني في البدايه ديال العام ما قراوش، يعني من اول السنه حتى فيما بغى يكون. المهم الله يسهل على وليداتنا كاع كاملين، الله يفرحنا بهم ان شاء الله. اختي هاد الصباح هذا صباح شاده الطريق، فين غاديه يا صباح؟ فين غاديه؟ غاديين يا اختي للكلينيك، كلينيك الفراغي. خصني اليوم ندير التحاليل، طبيعه الحال ديال الكبده وديال الكلاوي، كنت درتهم في، يعني فاش بغيت نبدا اول حصه كنت درتهم، كنت هضرت مع الطبيبه ديالي قالت لي صباح الله صافي ماشي مشكل، راه درناهم في اول حصه صافي. دابا درت اول حصه، ثاني حصه، ثالث حصه، قلت لها لا خصني نعاود تحليله ديال الكلاوي. حنا يعني عارفين ان الشيميو صعيب وصعيب صعيب 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 بزاف، والدليل على ذلك انا قدامكم، يعني كاع الاعراض الجانبيه ديال الدنيا والدين كاع الاعراض الجانبيه ديال الدنيا والدين البنات جاوني والله العظيم. من بيناتهم العوينه هي راه باقا حمراء ليا، غادي نشوف النيت الطبيب، جيت للكلينيك غادي نشوف الطبيب، لان الدواء اللي درتو ما قضاش فيا، غنشوفو مناش. ديك المره كانت قالت لي الطبيبه غادي نديرو نقدروا نحتاجو تحليله ديال الكالسيوم بما ان السنينه طاحت ليا، نشوفو داك الشدر اللي يكون نقص عندي في الكالسيوم، لان الشيميوثيرابي كياثر على بزاف ديال الحوايج كياثر عليهم، ومن بيناتهم الكلاوي اللي هما يا الله يستر كنسمعوا ان شحال من واحد يعني كيدير الشيميوثيرابي ومن بعدها كيتقاسوا كيضربوا ليه الكلاوي كيولي الله يستر عاوتاني في الدياليز ولا شي حاجه، كيتقاسوا كتقاس حتى الكبده. وداك الشيء علاش انا قلتها للطبيبه، قالت لي حنا كنحتاجوا اول مره كنديروا صافي. قلت لها لا، راه كنت فعلا نيت، يعني مره كنتفرج في واحد طبيب خاص بالاورام مصري كاين في الامارات، وقال بان كنديروا جوج حصص او لا، وكنعاودوا نديروا تحليله ديال الكلاوي والكبده باش نطمئنوا على الوظائف ديالهم. وانا قلتها للطبيبه قلت لها انا ما عنديش مشكل يعني ندير التحليله، يعني ماشي هي زعما ضروري خصني نراقب انايا شي حاجه اللي غادي تبقى مبرزطاني فضروري خصني نراقبها. قالت لي واخا ماشي مشكل، بغيتي ديري تعاودي التحليله قبل الحصه نعاودوها لك، واليوم غادي نمشي غادي نعاود تحليله ديال الكلاوي وغادي ندير ديال الكبده، وغادي نشوف عاوتاني العوينه ديالي لانها حمراء بزاف وبقى يعني الدموع كيهبطوا، ومع الصباح كتصبح مسدوده ليا وفيها داك العمش، واخا كندير التقطيره واخا درت بوماده صفراء. خاصني نشوف مناش، خاصني شي دواء اخر ولا شي حاجه، وعاد غادي نشوف واش الطبيبه الخاصه بالكواتر غادي تجيني اليوم او لا، مادام غادي نضل في الكلينيك اليوم غادي نشوف حتى هي، الا جات غادي نشوفو تقاديد الكواتر حتى همايا. ديما فين ما كنجي كنقول غادي ندوز عند طبيبه ولاني ما تكفانيش النهار، فاليوم غادي نشوف. الله يسمعني اخبار الخير يا رب العالمين البنات، وبقاو معايا اختي، حنا وصلنا لبني ملال وغادي نمشي كلينيك الفارابي، اتجاه كلينيك الفارابي غادي ندوز كرومبوا ونشد لي اتجاه الجهه الاخرى. عرفتوا فين حطيت الطوموبيل؟ حطيتها بعيده على الكلينيك حيت كاينه الشمس بزاف بزاف. يا اختي شفت واحد الفيلا قدامها شجيرات وحطيت فيها الطوموبيل باش على الاقل ملي نسالي نلقاها شويه بارده، ما نلقاهاش طايبه.
انا دابا كنت عامل الكلينيك غادي نمشي اول حاجه غادي ندخل لاكيس ندير ليا الطبيبه ايرجو يعني خصني ما نتعطلش في التحاليل بزاف. يدير الله خير شادية باش تشوف ليا العين. ايوا اختي ها حنايا باش نبدا شوف لي درت ايدي باش ندير دابا التحاليل. سالي تسمع الدكتورة شادية سالي وندخل عندها باش تشوف لي العينة ومن بعد غادي نشوف واش غادي نديرو ان شاء الله. المهم التحاليل قالوا لي واحد الساعة هكاك عاد غادي يخرجوا. انا جيت دابا عند الدكتورة شادية. المهم تعبرت في الوزن ديالي ومن بعد شافت لي العينة حيت انايا كانت قالت لي صوريها ليا مع الصباح باش يلا تفيقي من النعاس. قلت لكم راه كنت نسيت ما صيفط لهاش التصويره ودابا عاد بارطاجيتها ليها في الواتساب. غادي تشوف ليا الطبيب ديال العينين اشنو اللي غادي يقول لي على الحاله ديالي واش غيحتاج انني غادي ندوز عنده او لا. المهم راه مشات 16 وعاد غادي نرجع باش نشوفو ديك الساعه اشنو بين ما خرجت ليا التحليله نشوفو اشنو فيها حيت مازال يعني مشات البنت اللي في لاكوي مشات باش تشوف ليا واش خرجت لها مازال لقاتها مازال ما خرجتش انا باقا الفاصله ديال التحليله تديرونجيني في يدي. ايوا عاد نشوفو حتى العوينه حتى هي وعاد نشوف الدكتوره هاجر واش كاينه ولا لا باش ديك الساعه نشوف المشكل ديال الكوادر حتى هو. انا والبنات وليت جيت لهنايا في البلاصه ديال الطب العموم غادي نتسنى الدكتور. تقريبا سميتو الدكتور مروان اللي غيشوفني شوف لي عوينتي شنو غادي نديرو فيها حتى هي وشنو غادي خصها. البنات انا دابا راني دخلت الدكتور مروان يلا قلب ليا السواح ياك اش من عندي السواح تنضحك. المهم قالي غادي نكمل على ديك التقطيره وغادي ندير واحد الدواء اخر واحد التقطيره اخرى اولا شنو غادي يكتبوا ليا على حساب باش يرطب ليا العين. هذا هو اللي هبط عليه المناعه اش غادي ندير الحمد لله على كل حال. مهم بنات انا كملت مع الدكتور مروان انا غادي نقول لكم شنو قال لي وجيت عند الدكتوره هاجر الحفاضي على حساب الكواتر اللي قلت لكم راه من هذا شحال من اللي خرج لي البيت سكان خرج لي بان عندي فيه يعني شي مشكل في الكواتر. انا جيت دابا عند الدكتوره هاجر هذه راه سميتو غادي نتكى دابا راه طلبت لها نفتح التليفون باش البنات يشوفوا غادي نشوفوا اشنو المشكل اللي عندي. قالت لي واش ديجا يعني متبعه علي ولا شي حاجه. قلت لها راه عمرني ما حسيت بان عندي الكوات ولا شفت شي طبيبه ولا عرفت ان عندي شي مشكل ولا شنو. هذه اول مره حتى خرجت لي في البيت سكان غادي نشوف دابا الريزلت ديال البيت سكان وغادي نشوف شنو غتقول لي الدكتوره هاجر. البنات انا دابا الدكتوره هاجر شافتني قالت لي يعني ما بينش شي حاجه اللي عندي واعره ولا شنو ولكن باش نزيدو نتاكدو غادي ندير واحد التلفازه هي كتكتب لي عليها غادي نمشي نديرها دابا وعاد نشوفو وعاد نشوف بعدا كي الريزلت ديال لي زاناليز ديالي الله يدير شي تعمل ديال الخير. المهم بنات انا دابا يلاه داروا لي التلفازه انا لبست حيت السلسله قبيله حيت قلبوا لي بها غدا نخرج نعاود لكم. المهم هي قالت لي راه عطا الدكتوره شاديه وغادي نمشي دابا نشوف لي زاناليز ديالي. البنات المهم اختي انا وصلت للدار فتو عييت واحد النهار داز شاق بزاف واهم حاجه كتبقى دير الميه بارده في الترموس والله الا فين ما كنشرب ميه كندعى مع الهام. الهام هي كانت صيفطات لنا الترموسات كنصيفطاتهم للبنات عام شو امتى مده ملي كنا كاريين في الدار ديال الناخيل قبل ما نشري هاد الدار وكانت صيفطاتنا مسكينه واحد الكوليه الله يحفظ ليها وليداتها وصيفطات جوج ترموسات وحده لدادا وحده لنورهان.
عرفتوا الماء كنديرو بارد في الترموس والله العظيم كيبقى لي 24 ساعه، كيبقى لي حتى الغد. لي دابا انا اصلا كنت كنخرجها معايا، فين ما كنشرب دابا الماء كنتاع معاها. المهم يا البنات كنت غير بنوري لكم، ها هو قبيله ما بقيت ساليت معكم على حساب الكواطخ، ما قلت لكمش اشنو اللي غادي نقول. هو الحمد لله، الحمد لله، الشكر لله، الحمد لله على كل حال، اللهم لك الحمد. المهم هنايا من بعد ما دارت لي الدكتوره هاجر التلفازه، انتما شفتوا من بعد ما دارت لي الدكتوره هاجر التلفازه، فهنا شنو كيبان لكم؟ كيبان لكم واحد النقيطه ياك. المهم هنا عندي ما عنديش هنا حتى شي حاجه في هذه الجهه هذه، قالت لي دي بتيت كاس ماشي مهمين في هذه الجهه هذه اليمنيه، الجهه اليمنيه، لكن في الجهه اليسريه هذه النقيطه هذه اللي غتبان لكم شفتوها. قالت لي كاينه واحد النودول، النودول هي ولسيسه، ولسيسه ولسيسه، ولكن يعني ما مبيناش اشنو النوع ديالها، ما عارفينش اشنو النوع ديالها. قالت لي فيها 1 سنتيمتر اللي فيها، 10 مليمتر هي 1 سنتيمتر اللي فيها. هنا ها هي فين مكتوبه، مكتوبه 10 مليمتر هي 1 سنتيمتر. قالت لي اون فوا لاباس بخير هانيا؟ لا ما خرجتش بنتك، تلاقيتي معاها؟ تلاقيت معاها. صافا بخير هانيا؟ امورك بخير؟ توحشتيني؟ لا قالت البنت تاخذ ليا هذا الطبق ما جاوبهاش. وعندك اختي لاكارت كيشي باش تخلصي؟ ما عنديش، كل عاد 100 درهم. 100 درهم كيما دير بها، خاصك كارت كيشي. شنو؟ مكحوبها عليك؟ هيدي عندك كارت كيشي، سيري ما عنديش فيها، حطها فيها 100 درهم، حطها في الكارت كيشي. خليني غنكمل، عندي كارت كيشي وكي ما عنديش فلوس. خليني غنكمل، عطيني هذيك ديالي. اشنو لا ما ديالكش، هذيك ديالي انا، ديالنا. لا ديالي انا بوحدي، والله لا ديالي بوحدي. سيري كليتي لي طيبتي لي بات؟ باقي تطيب. واش بغيتي ديريها بلاصوص طوماط لا لاصوص بلونش؟ علاش بغيت تاكل معايا؟ انا جبت لك لا هذا لاك، ما كنعرفش نطيب لاصوص بلونش. واش كنتي درتي ديك المره الثومه ولا لاصوص بلونش؟ اش درتي فيها؟ درت هذيك لا ماشي لاصوص بلونش، درت فيها مطيشه. هاي بغيتي تاكلي معايا؟ لا انا مش ناكلش مطيشه، خصك تسمحي لي. خليني نكمل الفيديو عافاك. واخا درتك الكواطر لقيت فيها ولسيسة حبه والله، عندي ولسيسة صبعي. لا لا ماشي انا. المهم ها هي الولسيسة البنات اللي قلت لكم، قالت لي الطبيبة غادي نعطيوك غادي نراقبوها دابا بما ان فيها 1 سنتيمتر. قالت لي انت دابا ما تركزيش على الكواطخ نهائيا، غادي تركزي غير على العلاج ديالك وعلى الشيميو ديالك وعلى داك الشيء غادي تركزي عليه، وغادي نديرو مراقبه من هنا لواحد 3 شهور عاوتاني غادي نشوفو الا هي تغيرات هذيك الولسيسه وتزاد الحجم ديالها. هنايا غادي قالت لي غادي نراقبوها اون فوا غتوصل 1 سنتيمتر ونص. قالت لي هادو حيت هادو دابا فيهم مراحل، يعني المرحله الاولى الثانيه الثالثه الرابعه، قالت لي هادي مكلاسيا الرابعه. قالت لي اون فوا توصل لك ال 1 سنتيمتر ونص ولا لقاوها بان تزادت ولا شي حاجه، قالت لي ديك الساعه غادي نديرو واحد قالت لي واحد بحال شكل بيوبسي فيها. انا قلت ليها لا، قلت لها البيوبسي انا جربتها في يعني في البزوله ديالي، البيوبسي اون فوا كديرها لشي ولسيسه كدرع الولسيسه. قالت لي المهم من هنا لتما، قالت لي هي علميه راه ما كدرعش. قلت لها لا انا تجريبيه، راه انا مجربه
وعارفه داك البيوبسي اون فوا كدار كدرع الولسيسه. قالت لي غيكون عندنا جوج ديال الاختيارات، يا اما غادي نحيدو لك غادي نديرو لك هذيك البرا باش غادي نشوفو هذاك الماء اللي فيها وداك الشيء اللي فيها اشنو، يعني نراقبو ونشوفو اشنو واش مزيانه واش ماشي مزيانه، يا اما خاصك ديري عمليه جراحيه وهنايا كتستأصلي هاد النص ديال الغده الدرقيه. واش قالت لي الطبيبه حق الله العظيم الا ما بقات تتبع ليا حتى شي حاجه، انا كنضحك والله ما بقات تتبع ليا شي حاجه في الدنيا. الو، وعليكم السلام. وي حبيبتي، في الكلينيك. صافي ان شاء الله غادي ندير حتى من ورا العيد باش غادي نجي نيت ندير واحد التلفازة على حساب لو سان ديالي. صافي واخ، شكرا لك، بسلامة، باي باي. شكرا. هادو عيطوا لي من الكلينيك على حساب الطبيب ديال العينين، قلت لكم والله ما بقيت زعما كاين هادشي كامل اللي وقع ليا وهادشي اللي انا فيه، ما بقيت زعما كاين حتى شي حاجه وليت اي حاجه كتجيني كنقولها لمين ما زيد صافي، وليت تعودت على من مشكله لمشكله من ابتلاء لابتلاء. الحمد لله الحمد لله الشكر لله. المهم هذه غادي نبقى مراقباها حتى نشوفوا شنو. وحسبي الله ونعم الوكيل على هذا الفاكسان هذا، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، لان خرجت فينا كاع الامراض.